الطريق لغايه السبيل وبركه الملك. سبيل وبركه الملك هيحل المنطقه كلها. انا عبير محمد الجداوي من الوادي الجديد اصلا، بطبيعه متماثله مع طبيعه دمشور في النخيل والتراث بتاعها وطبيعه الحياه فيها. انا مدربه في الهاند كرافت والحرف اليدويه البيئيه كامله، وكان لي حظ ان انا اشتغل في مشروع دمشور اني يعني افيد الناس ببعض الخبره اللي موجوده عندي ليهم. فدربنا في مجال العرجون ان احنا نعمل منه منتجات بيئيه وعصريه، ونخرج منها منتج عصري وحديث يكون مطابق يعني موجود ينفع يستخدم، مش منتجات تراثيه تستخدم كديكور بس. والحمد لله احنا لحد الان دربت انا كمدربه حوالي 90 متدربه في مجال العرجون. اما المشروع كامل بقى درب اعداد كبيره، انا في مجالي دربت 90 واحده. دي شغلي في البيت، انا ممكن انا اشتغل وعيالي جنب مني في البيت. وبعدين احنا حابين اصلا الشغل ده، احنا عايزين نقدم حاجه حلوه يعني عايزين زي ما تقدر كده تقول نسبه وجودنا. بس ده انا مجال مشروعي، احنا برضو مبسوطين يعني من المشروع. دخل لينا يعني دخل لينا البيت. احنا لما انا جوزي تعبان ما بيجيبش اي حاجه من بره، ادوله 16 سنه تعبان ما بيجيبش حاجه، وابني لسه عنده 15 سنه. فأول مرة أصلا المشروع ينزل مزونة، يبدأ إن هما يشتغلوا فعلا في مزونة. كان في المنشية دمشور، كان في الزاوية، كان في دمشور نفسها. إنما كان أول حرفة اتعلموها هي والعرجون. هو 20 سيدة بيتدربوا على حرفة الجريد، إزاي إن هما يمسكوا الجريدة، إزاي الجريدة إن هي تعمل منهم منتجات أحدث عن القفص اللي إحنا نعرفه، عن القفص بتاع الطماطم. شايفه هي شغلانه رجاله، بس الست المفروض دماغها في حاجه لازم تعملها. هو هنا المعرض بيضم 5 جمعيات من دمشور تحت مسمى دمشور. احنا هنا بنمثل دمشور طبعا، دي حاجه اهم من دمشور، ان كل الناس اللي موجوده هنا تعرف يعني ايه دمشور. وبعد كده دمشور لما تتعرف ساعتها الجمعيات اللي عندنا دي هتتعرف. الميزه بالنسبه لنا في المعرض الناس خدت منتج زي منتج الكليم وروحوا بيه البيوت، فهو جابوا بالمنتج وجم تاني يوم اتفقوا على اكتر من قطعه واثنين وثلاثه واربعه بتصميمات مختلفه. وحاليا الوقت احنا بنصمم لهم المنتج اللي هم طلبوه بحيث ان يوصل لهم ونفتح سوق مع العملاء في المنازل.